تعالوا بسرعة. سيد كنا، الخبز هون مبين كتير ظريف، بس هاي المرة مين نقاد الأكل والمشاهير اللي دعيتهم على الافتتاح ممكن تخبرنا؟ هو أنا فوتو صور مهيك شارما، شو عم تعملي بالمطعم؟ أنا ما عاد اسمي مهيك شارما، أنا مهيك شارما كنا. أكيد بعد ما تزوجت لازم ضيف اسم زوجي على هويتي. بالإذن. زوجي شوريا إنسان كتير منيح، واقترح إنه الافتتاح تبعنا لازم ينعمل هيك بطريقة نبيلة وكتير حضارية. ولهالسبب نيناتنا قررنا افتتاح مطعم والتي تشيليز عن طريق تقديم الأكل للولاد. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.